وين شاه إيران؟ وينه؟ أكبر قوة في العالم، وين راح؟ ما لقى قبر يأويه، مو مكان يأويه، ما لقى قبر يأويه إلى أن جاء خان الأمة نور السادات ودفنه في مصر. لا لا تقترون، لا أحد يقتر بقوته ولا يقتر بسلاحه ولا يقتر بقواته الخاصة. هذول أهل الكويت، شباب الكويت، أقول للوجهاء اللي يسمون أنفسهم أمراء القبائل، أقسم بالله أصغر طفل في الحراك أفضل منكم ألف مرة وأجر. انزعوا الخوف، أقولها لكم للمرة الثانية وأنتم أثبتتم، انزعوا الخوف من قلوبكم، وقسما بالله أن الوطن لا يمكن أن يصنعه الخائفون أو المرتجفون. الوطن والأوطان لا يصنعها ويبنيها إلا الأشداء الأقوياء بالله سبحانه وتعالى. فهنا مستمرين نقول لهم افعلوا ما تشاءون. نقول يا محمود الدوسري تحول إلى شخص تضرب الناس، بس صدقني صدقني يا محمود، أنا كان ظني فيك خير، صدقني راح يجي يوم إنك تقعد في بيتك والله ما تلقى اللي يسلم عليك، قسما بالله اللي مدلك الفنجال ما تلقاه. وخلك مثل بعض اللي رقاهم الآن طول الوقت، محمد الخالد ما رقاهم، لما ضربوا الناس أمس عطاهم الترقية. لذلك إخوانكم وعيالكم الموجودين راح يطلعون، أحمد الدقباسي بطل، وأحمد الدقباسي وغيره كلهم، أحمد الدقباسي بطل، بطل كان بالقوات الخاصة، قدم استقالته وداسوه بالبسطار. أنا أقول قسما بالله يا أن الدوسة اللي على أحمد الدقباسي فعلا ستكون شعلة، وهذه الشعلة ستحرق من داس أحمد الدقباسي. هم أبطال وراح بإذن الله يطلعون، راح يطلعون، والبركة بالأخوة المحامين. وحنا يعني في كلام الآن قوي على أن اللي خلصوا منهم خلاص، طقوهم وهانوهم وأساؤوا لهم وسبوا عوائلهم وسبوا أمهاتهم. في كويتي عسكري، في كويتي أنا حط ملاحظة، يقبل أن يسب أم معتقل مقيد بالسلاسل يسب أمه؟ في أحد يعمل هذا العمل؟ من يرضى هذا؟ البأس بس، من يرضى؟ من يقبله؟ هذا للكويتيين. لذلك لذلك أنا أقول هذا الدور وهذا العطاء اللي تسوونه دور مهم وعطاء مهم، راح نخلي المحامين بالفعل إن شاء الله، نتمنى إن الليلة إنهم يطلعون، وباكر إن شاء الله ندعوكم إلى مجمع المحاكم، لأن إخوانكم المعتقلين في السجن العمومي راح يكون موجودين ويمثلون أمام القاضي بإذن الله. دعمكم لمن هم موجود في المباحث ودعمكم لهم موجودين في المحاكم أمر مهم جدا، ونقولها وبالفيلم المليان إن ما حد يمون علينا، ما حد يمون علينا إلا أبناء الشعب الكويتي المخلصين وضمائرنا وقلوبنا الحية. ما حد يمون على حد، لتجار الأزمات روحهم خذوا فوردات وخذوا آلاف، بس ما راح تنفعكم، قسما بالله قيمتكم صارت في الحضيض في الأرض. القبائل، القبائل أشرف وأجل شأنهم في ذلك شأن كل فئات الكويت بسنتهم وشيعتهم بحضرهم بدوهم، أفضل وأشرف من تجار الأزمات اللي يسترزقون على حساب معاناة ربعهم اللي موجودين الآن في المباحث.